تحياتي لك سيدة هبة. سيدة هبة، في البداية يعني قبل أن نتحدث عن الوساطة الأمريكية في كل ما يتعلق في قضية الصفقة المرتقبة بين حماس وإسرائيل، أريد أن أعود معك أيضا إلى تداعيات الهجوم الذي تعرضت له يعني قاعدة عسكرية وقتل على إثرها 3 جنود أمريكان. الآن البنتاغون يقول بأنه يحقق في فشل الدفاع الجوي في قاعدة البرج 22. ضعيني في تداعيات في الولايات المتحدة على هذا الخبر. يعني هناك بالفعل تداعيات خطيرة للغاية ربما تطيح بإدارة الرئيس جو بايدن إن لم يقم برد فعل قوي. وما يصار حاليا من البنتاغون الأمريكي أن هناك بالفعل خيارات وضعت على طاولة الرئيس الأمريكي للرد على هذا الاستهداف بطائرة مسيرة استهدفت منطقة وسط ما بين العراق والأردن وسوريا، ويعتقد أنها قاعدة التنف وبرج 22، وأدت بالفعل لإصابات مقتل 3 جنود وإصابة ما يقرب من 34 جندي أمريكي. يتم حاليا إجلاء هؤلاء الجنود للعلاج وللانتقال إلى أماكن آمنة، ورفع وبالتالي كان هناك أيضا رفع لمستوى التأهب في قواعد أمريكية أخرى. لكن على المستوى الداخلي السياسي بدأت الانتقادات من جانب الجمهوريين لإدارة الرئيس بايدن لازعة وشديدة الانتقاد. كان هناك تصريحات للسيناتور لينزي جرام أشار أن إدارة بايدن كانت متساهلة مع إيران وبالتالي سكتت وصمتت وكانت أقل قدرة على الرد الرادع والصارم فيما تعرضت له القوات الأمريكية في العراق وسوريا وفي تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر. وبالتالي وأيضا هناك تصريحات لرئيس مجلس النواب مايك جونسون وأيضا السناتور توم كوتون وكثير من الجمهوريين، وبالتالي ستزيد وتيرة الانتقادات لإدارة الرئيس بايدن وسيكون عليها مسار واحد هو الرد بقوة. هناك مقولة داخل البنتاغون الأمريكي أنه لا، يعني بالإنجليزية you don't shoot the arrow you shoot the archer، بمعنى أنك لا تطلق النار على السهم وإنما تطلق النار على من رمى السهم. وفي ذلك كان هناك جدال وتيارات مختلفة داخل العسكريين وداخل مجلس الأمن القومي حول كيفية الرد على هجمات الحوثيين دون تصعيد الصراع وتوسيع دائرة الصراع، ونفس الموقف كان واردا فيما يتعلق بهجمات حزب الله. سيدة هبة، لكن الموقف اليوم سيغير بشكل دراماتي. هنا كان سؤالي هنا كان سؤالي عن هذا الموقف. بالبداية شاهدنا تهديدات الولايات المتحدة للحوثيين ويعني في تأثيرهم على قضية البحر الأحمر، ثم كانت هناك تهديدات كبيرة وتدخل الولايات المتحدة منذ بداية الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن يعد بأن بلاده سترد على مقتل 3 جنود. ممكن أن نقول أن الآن الولايات المتحدة بالفعل أصبحت جزء من هذه الحرب وقد تتغير الخارطة كليا؟ يعني الآن ما تردد من بعض مسؤولي البنتاغون الأمريكي أن البنتاغون وضع بالفعل خيارات أمام إدارة الرئيس بايدن لاختيار الرد المناسب على هذه الهجمات ورد انتقامي على مقتل الجنود 3 وإصابة 10، وفي نفس الوقت التحقيق فيما حدث من إخفاق في الدفاع عن هذه القاعدة الأمريكية. لكن بالفعل ربما إذا لم تأخذ الولايات المتحدة رد فعل حاسم للرد على الميليشيات التابعة لإيران أو للرد على إيران واستهداف بعض المواقع الموجعة ردا على هذه الهجمات المتكررة من إيران، فإن موقف إدارة الرئيس بايدن في غاية السوء وستتهم بالضعف والعجز. وبالتالي سيكون هناك مسار ربما إذا لم يكن هناك يعني أي أخطاء حسابية أو سوء تقدير قد تنجر الولايات المتحدة إلى حرب إقليمية واسعة
لم تكن يعني ترغب فيها، وبالتالي سيكون هناك حرص أمريكي على توجيه ضربة حاسمة ورادعة دون أن تؤدي إلى مواجهة مباشرة مع إيران. ما زال هناك حرص لدى إدارة بايدن على تقليص اتساع هذا الصراع وخفض المستوى، وربما سيكون هناك مزيد من الضغط على إسرائيل لإنهاء العمليات العسكرية بسرعة، وبالتالي إنهاء كل هذه التهديدات من قبل وكلاء إيران سواء حزب الله أو حماس أو الحوثيين في اليمن أو فصائل النجباء وفصائل الحشد الشعبي في العراق وغيرها في منطقة العراق وسوريا والأردن.